محمد محمود من كركوك يقول: ما حكم طلب العلم على المشائخ السلفيين إن كان بينهم خلاف وقد أوصل بعض الشباب هذا الخلاف إلى الهجر والتبديع مع أن العلماء يعرفونهم ويثنون عليهم؟ نعم. فيقول: ما حكم طلب العلم عند هؤلاء المشايخ السلفيين؟ من كان سلفيا على الجادة بارك الله فيك، من كان متمسكا بعقيدة السلف، بعقيدة الصحابة، عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أهل أن يدرس عنده وأن يتلقى العلم عنه بارك الله فيك، ولا يلتفت إلى كلام الصغار والشباب الذين أكثر من القيل والقال وأكثر من إحداث الفتن وأكثر من نقل الكلام والإفساد والنميمة، لا يلتفت إلى كلامهم. بل ونصيحتنا للشباب أن يتقوا الله جل وعلا وأن يتركوا كل شيء لأهله، كل شيء لأهله، هذا ليس من شغلكم ولا من عملكم، أنتم عملكم الآن أن تتعلموا العلم الشرعي وبطريقة صحيحة عن أهل العلم وعن طلبة العلم المعروفين الذين هم على المنهج الصحيح، هذا واجبكم. وكذلك قبل أن تتعلموا العلم أن تتعلموا الأدب، يعني كان السلف يتعلمون الأدب 30 سنة لكنهم يتعلمون العلم 20 أو 25 سنة. وكان بعض السلف يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل كل هذه الأقوال ماذا قال؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة الفاضلة وأن يتخلى عن الأخلاق الرذيلة، يتخلى عن الحسد وعن النميمة وعن الإفساد وعن إساءة الظن بأهل الخير وعن هذه الفتن التي نراها اليوم بارك الله فيكم. والله شبابنا وطلبة العلم حاجتهم إلى الأخلاق أكثر من حاجتهم إلى العلم. الله أكبر. والتربية أصعب وأهم من التعليم بارك الله فيك، التربية أصعب. نعم قد يذهب طالب يعني شاب ويبدأ بطلب العلم، فبإمكانه أن يحفظ القرآن بسرعة وبإمكانه أن يدرس عدة كتب، لكن هل تربى على المعاني الفاضلة في هذه الكتب، على القيم الفاضلة، على الأخلاق العالية، هل تربى عليها؟ نقول كيف، متى نعرف؟ عند المحن، عند المحن يظهر المعدن الأصلي للإنسان. بعضهم إذا خاصم فجر، بعضهم يفتري عليك، بعضهم يقلب الحقائق، بعضهم يشوه سمعتك، بعضهم يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، بعضهم يكشف الأسرار، بعضهم يعني نسأل الله العافية. فنصيحتي للشباب أن يعتنوا بالأخلاق قبل اعتنائهم بالعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأي فائدة من هذا العلم الذي لا يمنعك من الظلم ومن البغي ومن الوقوع في الفتن، وكذلك أي فائدة من هذا العلم وأي ثمرة إذا لم تدفعك إلى معالي الأخلاق وإلى حسن الخلق؟ فنقول يا معشر الشباب: اتقوا الله جل وعلا وانشغلوا بما هو واجبكم، انشغلوا بما ينفعكم، ولا تنشغلوا بأمر لا يعنيكم. إذا كان فلان كذا أو كذا أهل العلم يتكلمون، أما أنتم ديدنكم وشغلكم الشاغل القيل والقال وتتبع العثرات وتضخيم الزلات والبحث عن العورات وكشف الأسرار، طيب، والسعي بالنميمة والمحاولة لتسقيط فلان ولإغار صدر العالم الفلاني على طالب العلم الفلاني، يقول هذا ليس من الدين بارك الله فيك، ليس من الدين. يعني أحد المشايخ الأفاضل يقول: نحن بحاجة إلى مستشفيات لمعالجة هؤلاء. الله أكبر. والله بحاجة إلى مستشفيات، فهؤلاء مرضى بحاجة إلى علاج. نعم، أسأل الله العافية. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.